السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع. ما زلنا على حلبة الصراع، وفي كل يوم بننتصر في جولة جديدة على الشيطان اللي قدر يغوي كتير من الناس. وبكل أسف في بعض الناس استجابوا، الحمد لله كتير من الناس لم يستجيبوا، وإن شاء الله البعض ده هيرجع مرة تانية وينتصر ويكون هو المصارع بفضل الله سبحانه وتعالى. صراع الليلة دي مهم جدا جدا، خصوصا بالنسبة لمرحلة الشباب، سواء كانوا شباب أو بنات في المرحلة دي. الصراع ده بالذات مهم جدا بالنسبة لهم، صراع مع الفراغ، صراع مع الوقت اللي مش حاسين بقيمته ومش حاسين بقدر وقيمة الزمن والعمر. عايز أقول لأخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، الكنز الحقيقي في حياة الإنسان هو عمره، هو الساعات اللي بتمر. ولذلك لما لقي الفضيل بن عياض رجلا كان غافلا عن طاعة الله، فقال له: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال الفضيل: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فلي يعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ قال: لا. ما الحيلة يرحمك الله؟ فقال: الحيلة يسيرة. قال: ما هي؟ قال: أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أخويا وحبيبي، أغلى حاجة في عمرك وقتك. مالك لو راح تقدر تعوضه، صحتك تقدر تعوضها، زوجتك تعوضها، أولادك تعوضهم، منصبك، كل حاجة، إلا عمرك لو راح عمره ما بيرجع أبدا. عشان كده جت وصية النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. مع إن الشباب من العمر، لأن العمر عبارة عن طفولة وبعدين شباب وبعدين كهولة وبعدين شيخوخة، فمراحل 4. فهيتسئل عن العمر كله ثم يسأل مرة أخرى عن الشباب، لعظم قيمة الشباب، ولأن مرحلة الشباب أخطر مرحلة في حياة الإنسان. يبقى: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، إلى آخر الحديث. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة، هيتحسر عليها يوم القيامة. ولذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم عمر الإنسان كله في جملة جميلة قوي، قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. تعالوا يا شباب، تعالوا يا بنات، تعالوا نعرف قدر العمر وقيمة الزمن، وتعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ازاي استثمروا لحظات العمر في ان هم يعمروا الكون كله بطاعة ربنا، وان هم يعمروا الدنيا كلها ويعمروا البلاد وياخدوا بايد العباد الى طاعة رب العباد سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف الموضوع الكبير ده، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم هو صاحب العمر المبارك. انتوا عارفين ان في انبياء عاشت سنوات طويلة جدا، على رأس هؤلاء جماعة سيدنا نوح. سيدنا نوح اللي ظل يدعو قومه 1000 سنة الا 50 عاما، يعني 950 سنة دعوة، وهو عاش اكتر من كده، يعني عاش اكتر من 1000 سنة. ورغم ذلك لم يلتزم ولم يهتدي بين يدي سيدنا نوح عليه السلام إلا حوالي 13 أو 80 على اختلاف الروايتين. ولسنا بصدد المقارنة بين الأنبياء، بس أنا عايز أوضح لك قد إيه البركة كانت عظيمة جدا في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم يبعث
في بيئة شركية كفرية، بيعبدوا الأصنام ويأكلوا الميتة عياذا بالله، ويرفعوا يعني رايات الحمر ويشربوا الخمر ويفعلوا أشياء لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ورغم ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في سنوات معدودات يسيرة جدا لا تساوي في عمر الزمان شيئا، يحول البيئة الشركية الكفرية دي كلها إلى بيئة إيمانية، مهاجرين وأنصار ما شاء الله، أقام دولة للإسلام لا تضاهيها دولة إلى يوم القيامة، دولة الإسلام في عهد حبيبنا صلى الله عليه وسلم في 23 سنة فقط لا تساوي في عمر الزمان شيئا أقام النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدولة. تعالوا نشوف أصحابه اللي تعلموا قيمة الوقت وقدر الزمان من حبيبهم وأستاذهم صلى الله عليه وسلم. ده سيدنا أبو بكر في خلال سنتين ونص فقط بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هو تولى الخلافة من بعده في سنتين ونص بس يا جماعة، ارتد عدد كبير جدا بعد موت النبي، ارتد عدد كبير جدا من المسلمين. وإذا بأبي بكر بفضل الله أولا ثم بفضل جهوده و يعني وإخلاصه لله سبحانه وتعالى يرد المرتدين إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى، وينفذ بعث أسامة ويجمع القرآن كله في عهده رضي الله عنه ورضاه في سنتين ونص بس يا جماعة. يجي من بعد عمر بن الخطاب في 10 سنين ونص بفضل الله سبحانه وتعالى يملأ الدنيا قسطا وعدلا ويصبح فاروق الأمة اللي النبي قال لو كان نبي بعدي لكان عمر، وقال إن الله أجر الحق على قلب ولسان عمر. عمر بن الخطاب اللي أرهب أكبر إمبراطوريتين على وجه الأرض الفرس والروم لحد ما جت مفاتيح كسرى وقيصر بين يديه رضي الله عنه وأرضاه، وانتشر الإسلام في بقاع الأرض كلها أو في أكتر أو أكثر بقاع الأرض في عهد عمر بن الخطاب، كل دوت في 10 سنين ونص. تعال نشوف بعد كده أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه اللي أسلم قبل موت النبي ب4 سنين فقط. يا جماعة كلنا بنعرف مين هو أبو هريرة، كل ما تقرأ حديث يقول لك وعن أبي هريرة وعن أبي هريرة، أكتر واحد تقريبا روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من أكثر الناس رواية لحديث النبي. ورغم ذلك لما تشوف عمر سيدنا أبو هريرة في الإسلام قد إيه، عمر أبو هريرة في الإسلام قبل موت النبي، أسلم قبل موت النبي ب4 سنين، لكن فرغ عمر كله لنقل حديث النبي ولملء الكون كله بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. آخر مثال بسيط عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز اللي كان ثمرة من ثمرات المراقبة العظيمة لله سبحانه وتعالى، لما عمر بن الخطاب حرم مزق اللبن بالماء يعني غش اللبن بالماء وإذا به يمر عشان يطمئن على أحوال الرعاية، يسمع المرأة بتقول لبنتها هيا يا ابنتي ائتيني بالماء حتى أمزق اللبن بالماء يعني أغش اللبن بالماء. قالت يا أمي ألم ينهى أمير المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء؟ قالت وما يدري أمير المؤمنين عمر إنه الآن نائم في فراشه. فقالت يا أمه إن كان أمير المؤمنين عمر لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. فأعجب عمر بن الخطاب بكلام هذه الفتاة التقية النقية، فذهب إلى أولاده وقال أيكم يتزوج هذه الفتاة فإني لأرجو الله أن يخرج من نسلها رجلا يوحد صفوف المسلمين والعرب. وإذا بعاصم ابن عمر يروح يتجوز من هذه الفتاة فتنجب له فتاة أو طفلة سموها ليلى وكنوها بأم عاصم. ليلى وأم عاصم اتجوزت من عبد العزيز ابن مروان اللي هو حاكم مصر، فأنجبت له الخليفة الراشد الرائع الذي ملأ الكون كله قسطا وعدلا عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز اللي في 2 سنة و5 شهور و5 أيام يملى الدنيا كلها عدل وقسط ورحمة لحد ما يأمر من ينادي. فاضت الأموال عنده في خزانة بيت مال المسلمين لدرجة أن بيت المال الباب بتاعه ما بيتقفلش من كثرة الأموال والذهب والثروات التي جاءت من الصدقة ومن زكاة الأموال. فيقول ليبعث ليذهب كل رجل فينادي في كل مسجد في كم دولة يا جماعة، في كم دولة يا مسلمين، في 26 دولة يعني ربع الكرة الأرضية، يقول لهم كل واحد في كل مسجد ينادي أين اليتامى أين الأرامل أين المساكين، من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. تروح الفلوس ل 26 دولة وترجع مرة تانية زي ما هي ما تنقص دينار واحد وترجع لبيت مال المسلمين. يسألهم عمر بن عبد العزيز أما ناديتم؟ قالوا نادينا ولكن عففت يا أمير المؤمنين فعفت الأمة كلها، الناس محتاجة ومش عايزة تطلب. يا سبحانك يا ربي،
فيقول من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين. من بلغ سن الزواج من الشباب والبنات فزواجهم من بيت مال المسلمين، جوز كل الشباب والبنات. من أراد أن يحج ولم يستطع فحجهم من بيت مال المسلمين، كل من لم يستطع حج من بيت مال المسلمين. ثم قال لهم ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. يا الله على المنظر الرائع، الطيور تنعم في عهد العدول رضي الله عنهم وارضاهم. ثم قال له تبقى المال يا أمير المؤمنين؟ قال ما تبقى من المال فأعطوه لفقراء أهل الكتاب. يا الله، شوف قد إيه، لدرجة يأتي راعي الغنم يقول يا أمير المؤمنين أمر عجيب حدث عندي. قال ما هو؟ قال الذئب يأتي في كل يوم وينام في حضن الغنم. قال لا عجب في ذلك، فقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. تعالوا نكمل قيمة الوقت وقدر العمر، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. تعالوا حبيبي نعرف مرة تانية قيمة الوقت وقدر الزمان وشرف العمر. حاجة عظيمة جدا إن عمرك ده كله لابد إن أنت تيجي الدنيا وتخرج من الدنيا وهي أجمل من اليوم اللي أنت جيت فيه. يعني لازم تحط بصمة قبل ما تمشي. وأنا اديتكم مثال قبل كده يا جماعة، قلت تخيلوا لو إن واحد مات خلاص وحاملينه في الجنازة وصحابه ماشيين وراه، فيا ترى هيقولوا إيه عنه؟ ففي واحد هيقولوا عنه إيه؟ الله يرحمه، ما شاء الله، يا ما قدم خير لدينه والبلده ولنفسه ولأسرته، ويا ما نفع وطنه، ويا ما خدم دينه، الله يرحمه رحمة واسعة. ما زالت آثار الخير اللي تركه ما زالت موجودة لحد يوم القيامة إن شاء الله. واحد تاني الناس بيقولوا الله يرحمه طول عمره عايش لنفسه، عمره ما قدم أي خير لا لنفسه ولا لأسرته ولا لوطنه ولا لدينه. تتمنى تكون أنا واحد فيهم. الوقت بيجري والعمر بيجري، وما ينفعش أخويا وحبيبي يبقى وجودك في الدنيا زي عدم وجودك، ما ينفعش مجيتك زي عدم مجيتك، ما ينفعش تخش الدنيا وتعدي وما تتركش بصمة تخدم بيها دينك ووطنك وبلدك. لابد ان انت تقدم بصمة تذكر بها، مش عشان الشهرة، لكن تذكر بالخير والناس تدعي لك. ربنا يحفظنا ويحفظك ويستعملنا وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له هو عملا صالحا ثم يقبضه عليه. خويا حبيبي الوقت ليه خصائص، وخد بالك العمر بيجري. من خصائص الوقت سرعة انقضاء الوقت، بيجري بسرعة دلوقتي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما عند أحمد بسند الحسن إن في آخر الزمان السنة هتبقى بمقدار شهر، والشهر يبقى زي الأسبوع، والأسبوع يبقى زي اليوم، واليوم يبقى زي الساعة، والساعة تبقى عاملة زي ضربة الكبريت كده. الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة، وده من علامات الساعة الصغرى، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ده نص الحديث، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار، زي ولعة الكبريت كده. سبحان الله، من ضمن خصائص الوقت إن الوقت أغلى ما يملكه الإنسان. لا يعلم الإنسان قدر الوقت إلا لما يمضي ويترك الإنسان الدنيا ولم يعمل أي شيء. في حتى إذا جاء أحدهم الموت قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. السمة الثالثة من سمات الوقت إن اليوم اللي بيعدي، وهي دي المصيبة الكبيرة بجد والله يا حبيبي، إن اليوم اللي بيعدي لا يمكن يرجع تاني. قال الحسن ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي على ابن آدم يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني إلى يوم القيامة لا أعود. مش هرجع مرة تانية. يا مناس عندها 50 و60 و70 سنة وهم قاعدين قدامي دلوقتي، ربنا يبارك في عمرهم ويرزقنا وإياهم حسن الخاتمة، بيقول يا ريت العمر يرجع تاني وابدأ مرة تانية في طاعة ربنا وعيش حياتي بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن نقدر بفضل الله نغتنم، زي المثل اللي ذكرته في أول الدرس عن الفضيل بن عياض لما قابل رجل قال له إيه؟
قال أن تتق الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. تعالوا نشوف سلفنا الصالح إزاي كانوا بيستثمروا الوقت وما بيعدوش أي لحظة إلا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. كان في واحد اسمه حماد بن سلمة شيخ الإسلام. حماد بن سلمة تلميذه عبد الرحمن بن مهدي بيقول لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. لو قالوا له بكرة هتموت ما عندوش قدرة أن يزود في عمله شيء، لأن هو بيعمل تقريبا كل حاجة، صيام، قيام، عبادة، ذكر لله، قراءة قرآن، استغفار، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، طلب علم، دعوة إلى الله، صلة رحم، بر والدين، كل حاجة تقريبا بيعملها. بيقول ما عندوش حاجة يزودها، كل اللي عايز يعمله عمله بفضل الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن عقيل كان بيغتنم وقته لدرجة أن ليه مصنفات كتيرة جدا، كان من ضمنها جماعة كتاب واحد اسمه الفنون. الفنون ده مش الفن، لا، فنون الإسلام، يعني كتاب بيتكلم عن أصول الفقه وعلم الحديث والفقه والتاريخ إلى غير ذلك والتفسير. الكتاب ده لوحده 800 مجلد، يعني لو احنا قعدنا مش نألفه، لو قعدنا نقراه العمر يمضي وما نقدرش نقرا 800 مجلد. ده كان من ضمن مؤلفات ابن عقيل. الإمام ابن جرير الطبري بيقول قعدت 40 سنة كل يوم أكتب 40 صفحة، يألف 40 صفحة، اضرب 40 صفحة في سنة، شوف تطلع دي في 40 سنة، شوف تطلع دي في يوم من الأيام. جمع تلاميذه وقال لهم إيه رأيكم تيجوا نكتب التاريخ؟ قالوا حاضر. في كم ورقة؟ قال لهم في حدود 30,000. همليكم من ذاكرتي من حفظي 30,000 صفحة للتاريخ الإسلامي تكتبوها ورايا. قالوا له هذا مما تفنى منه الأعمار، احنا نلحق نكتب 30,000؟ طب نختصرها. قال لهم إنا لله وإنا إليه راجعون. ضاعت الهمم، خلص نكتبهم في 3,000 صفحة، فملاهم التاريخ في 3,000 صفحة من الذاكرة بتاعته. جه في مرة تانية بعد ما خلصوا التاريخ قال لهم تيجوا نكتب تفسير القرآن؟ قالوا له في كم صفحة؟ قال لهم برضو في 30,000 صفحة. قالوا له هذا مما تفنى منه الأعمار، يعني اختصرها. قال لهم إنا لله وإنا إليه راجعون. ضاعت الهمم، نكتبها في 3,000 صفحة، وملاهم تفسير القرآن في 3,000 صفحة من ذاكرته رحمه الله رحمة واسعة. الإمام ابن الجوزي صاحب الهمة العالية يقول سبطه اللي هو حفيده أبو المظفر بيقول رأيت جدي اللي هو الإمام ابن الجوزي واقفا على هذا المنبر وهو يقول والله لقد كتبت بإصبعي هاتين 2,000 مجلدة. بيقول والله أنا ألفت بصوابع الاتنين دولت كده كتبت بهم 2,000 مجلد. سبحانك يا رب على الهمم العجيب اللي كانت موجود عندهم. تعالوا نشوف شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة اللي كان ليه عدد من المؤلفات لا تخطر على قلب بشر، لدرجة أنهم سألوا الإمام نفسه كم عدد مؤلفاته؟ قال لا أدري، أنا ما أقدرش أعد مؤلفاتي. تلاميذه ما يعرفوش، المقربين إليه بيقولوا ما نقدرش نحصي عدد المؤلفات بتاعة الإمام ابن تيمية، لدرجة تلميذه الإمام ابن القيم بيحكي قصة عجيبة جدا. بيقول إن الإمام ابن تيمية، وأذكر لك مثال بسيط خالص، لو أنا النهاردة بكتب مثلا قطعة شعر، قطعة شعر دي كتبتها مثلا في صفحة أو 2 أو 3، قعدت ألف فيها في 3-4 ساعات، فلو جيت قلت لحضرتك انقلها ورايا تنقلها في قد إيه؟ في 5 دقايق. لا، العكس كان بيحصل مع الإمام ابن تيمية، كان يألف في اليوم الواحد اللي الناسخ ينسخه وراه في أسبوع. فاستغربوا قالوا له يعني أنت بتألف كلام أكتر من اللي بيكتبه وراك؟ يعني أنت بتألف في اليوم الواحد اللي واحد يقعد يكتبه وراك، يعني بينقل فقط كده وراك في أسبوع؟ قال والله ما كنت أخط قلما ولا أرفعه إلا وأسبح بحمد ربي، فإن عضلت علي مسألة خرجت إلى مكان خرب بجوار بيتي فعفرت وجهي في التراب وبكيت بين يدي الله وقلت يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، حتى يفتح الله عز وجل علي المسألة فأعود فأكتبها. الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة آخر مثال، قعد 2 سنين كاملين بيقول لك ما نمت على جنبي قط لمدة 2 عامين. في بداية الطلب كان يقعد يقرأ لحد ما ينام ويسند ظهره على الكتب، ولما ينام ساعة يوم قايم يطلب العلم تاني، ولما يعوز ينام يسند ظهره على الكتب. وكان بيفضل انه ياكل الخبز يابس طحنينه زي كده زي الدقيق او الردة ويسف ويشرب وراه مية. فقالوا له طب ليه ما تاكلش الخبز طري؟ قال ما بين مضغه وسفه قراءة 50 آية في كتاب الله. قد ايه الناس دي فعلا عرفت قيمة الوقت.
وشرف الزمان. الإمام النووي مات وعنده حاجة واربعين سنة، كتبه ملأت الدنيا كلها وربنا جعل لها القبول، لدرجة إن كتاب واحد بس اللي هو كتاب رياض الصالحين هو أكتر كتاب انتشر في الكون ده كله بعد القرآن الكريم. كتاب رياض الصالحين اللي ملأ الدنيا كلها كان من مؤلفات الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. أخويا وحبيبي، في عجالة سريعة عايز أقول لك، عمرك فعلا هو كنزك الحقيقي. اوعى يوم من عمرك يعدي من غير فايدة تعود عليك أو على أسرتك أو على وطنك أو على دينك بأي خير. عمرك لما بيعدي والله ما في أغلى منه. اوعى تقول هقضي ليلة دي سهرة نقعد ندردش ونحكي ونسولف على رأي يا إخوانا ونضحك وندردش. عمرك غالي. مش معنى كده إن احنا بنقول ما فيش ترفيه، لا بالعكس، في مباحات. النبي صلى الله عليه وسلم قال للحنظلة: ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة تستمتع بها بالمباحات من أجل أن تستعين بها على فعل الطاعات. مش معنى كده أن حياتنا كلها تبقى جد وإلا فالقلوب بتمل، لكن اوعى عمرك يبقى كله هدر، عمرك كله يبقى هزار ولعب ولهو وفسح وبس، وما تبقاش عندك هم ولا قضية. في دقيقة واحدة تقدر تقرأ الفاتحة 5 مرات. أنا عايز أقولك بس، عمرك في دقيقة واحدة تقدر تعمل إيه؟ جايب لك أمثلة كتيرة جدا. في دقيقة واحدة لو جمعت 20 دقيقة دول هتلاقي نفسك ملكت الكون ده كله في دقيقة واحدة. في دقيقة واحدة تقدر تقرأ الفاتحة 5 مرات فتفوز ب7000 حسنة. في دقيقة واحدة تقرأ سورة الإخلاص 15 مرة تعدل قراءة القرآن 5 مرات. في دقيقة واحدة تقرأ سورة الإخلاص 20 مرة فيتبين لك بيتين في الجنة. في دقيقة واحدة تقدر تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فأجرها 20 مرة، فأجرها كعتق 8 رقاب في سبيل الله. في دقيقة واحدة تقدر تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. في دقيقة واحدة تقدر تقول لا حول ولا قوة إلا بالله 50 مرة وهي كنز من كنوز الجنة. في دقيقة واحدة هتقول سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي، هتقولها 10 مرات ويتعدل أضعاف مضاعفة من أجور التسبيح والذكر. في دقيقة واحدة هتقول سبحان الله العظيم وبحمده 50 مرة يتغرس لك 50 نخلة في الجنة. في دقيقة واحدة هتقدر تستغفر ربنا أكتر من 100 مرة ومغفرة الذنوب سبب للرزق بالمال والأولاد والصحة والقوة والعافية وغفران الذنوب. وفي دقيقة واحدة تقدر تصلي على النبي 20 مرة فربنا يصلي عليك 200 مرة. في دقيقة واحدة تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 50 مرة وهي كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. في دقيقة واحدة تقدر تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة وهذه الكلمات أحب الكلام إلى الله. في دقيقة واحدة تقدر ترفع إيديك وتدعو وتطلب بما شئت من الله سبحانه وتعالى. في دقيقة واحدة تقدر تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف، تقدر تدخل السعادة عن مسلم، تقدر تفرج كرب مسلم، تقدر تذكر إنسان بالله، تقدر تكون سبب هداية إنسان. في دقيقة واحدة عمرك أغلى حاجة عندك. عشان كده كان السلف بيقولوا في ميزان عندنا لليوم اللي هو الصلاة الخمس، وفي ميزان للأسبوع اللي هو صلاة الجمعة، وفي ميزان للعام اللي هو رمضان، وفي ميزان للعمر اللي هو الحج. فكانوا بيحافظوا على كل الموازين ديت. ولذلك لو عايز تعيش عمرك مرة تانية، شوف بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأخويا وحبيبي، الدال على الخير كفاعلي، اغتنم العمر واغتنم لحظات العمر ودل الناس كلها من حولك على الخير عشان تاخد أجرهم. يبقى كده انت عشت عمرك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، هتكون أطول الناس أعمارا. اوعى دقيقة تعدي من عمرك من غير ما تكسب أي خير يعود بالنفع عليك وعلى أسرتك وعلى وطنك وعلى دينك. يعني عمرك هو كنزك الحقيقي، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، سقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر نتصارع من دوامات الدنيا والشوائب.